التي تكبدتها جنين بمختلف القطاعات بسبب تعمد الاحتلال تدمير البنى التحتية. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي رئيس بلدية جنين السيد نضال العبيدي. أسعد الله صباحكم بكل الخير. صباح الخير. صباح الخير لك يا جميع المستمعات والمستمعين. أهلا وسهلا بك سيد نضال. يعني اقتحامات متتالية وجنين ومخيمها لا تستطيع حتى أن تتنفس الصعداء نتيجة هذه الاقتحامات والتخريب المخيف الذي تقوم به جرافات وآليات الاحتلال. كيف يمكن أن تجمل لنا خسائر التي لحقت الاقتصادية بجنين كمدينة ومخيم أيضا إثر هذه الاقتحامات؟ نعم، يعني بداية نترحم مع شهدائنا الأبرار اللي يعني في هاي المعارك يعني بيبتكي الشهيد تلو الشهيد. نعم، احنا جنين مظلومة في عبارة انه يعني الحرب الأخيرة او من بعد 7 أكتوبر. احنا بدأنا عملنا في بلدية جنين بالشهر 3/22. اول يوم كان إنه في العمل كان في شهيد، والشهيد تلو الشهيد. احنا تقريبا اقل من سنتين، في السنتين تقريبا 7 شهور تعطيل عن العمل بسبب الاجتياحات، بسبب الشهداء، بسبب الحصار الاقتصادي اللي انفرض على مدينة جنين. نعم. يعني بداية أنا بدي أحكي عن الاجتياحات وعلى مدى التخريب اللي قاعد بصير، التخريب الممنهج، استنزاف للقوى الموجودة وخاصة للبلدية. بلدية جنين يعني هي رأس الحرب في يعني عملية الإصلاح وعملية الإعمار. ما بننكر إنه في عنا إخوان مثل الغرفة التجارية أو خلينا نقول الدفاع المدني أو الأشغال العامة أو بالمحافظة أو الحكم المحلي، كل هدول شركاء بيحاولوا يقدموا المساعدات، لكن حقيقة هذه المساعدات لا تكفي. حقيقة حجم الدمار الهائل اللي بحيط في مخيم جنين وفي جنين يعني فوق طاقة بلدية جنين أضعاف الأضعاف، ناهيك طبعا عن المسألة الاقتصادية. يعني احنا اليوم احنا من 7 اكتوبر لغاية الان الحدود مع اخواننا 48 مغلقة نهائيا. نعم. ما في تسوق، ما في حدا بزور المدينة، المدينة شبه يعني اشباح. في عنا منطقة صناعية كانت يعني رديف قوي ورديف اقتصادي قوي للمدينة، هاي الان يعني تلاشت. اليوم بجوز تشوف التجار مواضيع الشكات يعني الراجعة. صحيح. اللي يعني بتعمل ارهاق كبير على المستوى خلينا نقول الاقتصادي، حالة التسوق، حالة حتى في موضوع الخضار والفواكه، يعني سوق ضرب يعني بمعنى الكلمة. الكارثة هي الكارثة في فعلا جنين مدينة منكوبة. وأنا بدي أشير بهاي النقطة كمان، في عنا مشكلة، احنا في جنين في عنا مستشفى حكومي واحد. نعم. عنا مستشفى خاص واحد، بقية الموجودين يعني مثلا يعني ما بترتقي يعني هي مستوصفات باعتبار ما فيها يعني القوة والزخم اللي تقدر تعمل عمليات وعمليات كبرى. واحنا كنا في العادي ننقل جرحانا، وبتعرفوا يعني جنين يعني نقطة ساخنة، يعني في احنا في غزة، في جنين، في شمال فلسطين، في الجنوب اللبناني، هاي النقاط الساخنة حاليا الموجودة الأكثر سخونة. احنا ما ننكر انه الكل يعني يعني من أجل القدس الكل بهب والكل يعني بقاوم والكل بتنشط، لكن في جنين كانت يعني فترة طويلة بنعاني فيها. والأهم من هذا الحكي انه اليوم الضربات بيحاولوا التخريب المتعمد. صحيح. التخريب الممنهج، الاستنزاف للقوى. احنا في بلدية جنين صدقا في عنا شوارع مش اقل من 5 مرات أو 6 مرات صرنا يعني معالجين، وهذا يرهق كذلك الحال. ميزانية البلدية بالاضافة الى بصراحة الطواقم العاملة مشكورة على جهودها بالطبع، ولكن الاحتلال سيد نضال يتعمد أن يشل. نعم. الحياة بمختلف مكوناتها في محافظة جنين ومخيمها. نعم صحيح. وأنا الآن في السيارة يعني قاعد بتفكر الوضع كارثي، خاصة بعد الشتاء. يعني كل شتوي بتصير الكارثة مضاعفة. وإحنا يعني اليوم أمس كان فيه يوم إضراب، لكن إحنا بتعرف بالبلدية ما في عنا إضرابات، في عنا يعني حالة طوارئ. بنكون في عملنا على أكمل وجه، على يعني ما بدي أقول بالأكمل وجه، لا بقول بالحد الأدنى. أنا دائما حاليا بقول بالحد الأدنى، لأنه أقول لك على أكمل وجه لا، يعني بكون أنا ببالغ. إحنا
يحاول انه شوف مثلا يعني هو الوضع بشكل عام. يعني نحن نقدر بالتاكيد كل الجهود التي تبذل من مختلف الطواقم في محافظه في بلديه جنين وكذلك في مختلف البلديات الاخرى في المحافظات التي تتعرض هي الاخرى. طول كرم هي في ذات السياق تعاني بنفس المعاناه، وبالتالي يعني العمل لا يكون على اكمل وجه، ليس من باب التقصير ولكن للاسف من باب التخريب الذي يكرر الاحتلال. هو فترات قصيره سيد نضال. الملاحظ هم يعني طبعا هم بيعرفوا انه احنا في النهايه مجبورين انه مثلا بالاقل نوصل خطوط المياه، صحيح، هي اقل ما نكون فيه. عندنا كل الصرف الصحي، كل المناهل تعبت، هاي كلها اتراب واحجار وحتى صخور في قلبها، وحتى يعني تنظيفها وتاهيلها من جديد باخذ معنا وقت وباعاده صيانه، وهم بيرجعوا كمان مره بيضرب نفس الضربه وهو بيعرف وين. وهي صارت يعني سياسي ومنهجي يعني في جنين وفي طول كرم وفي نابلس وفي اي مكان ممكن ان يكون فيه الضرب الممنهج، استنزاف القوى، محاولات طول المحاوله، حتى انه يعني يثبتوا للعالم انه احنا بدنا يعني الشعب الفلسطيني لازم يخضع. والشعب الفلسطيني يعني الكل بيعرف انه لن يخضع الا لله، ولن يستكين ولن يتهاون في نيل حقوقه او المطالبه في حقوقه. هاي مسائل يعني شوف احنا في عندنا في جنين المنطقة جبلية، مسألة إيصال المياه بحاجة إلى كهرباء، وأول ما يجي بضرب الكهرباء بيعرف أنه انضربت الكهرباء وانضربت المي مباشرة، حتى يزيد الوضع صعوبة ومأساوية. لكن سيد نضال بصراحة في ظل هذه المأساوية في المشهد الحاضر الذي تتحدث عنه، وهو يعني كما نقول الكلام لا يمكن أن يصف الكثير مما تعيشونه على أرض الواقع فعليا، كيف تتدخل الجهات ربما المساندة أو الحكومية من أجل ترميم الجراح وترميم هذه المآسي التي تحصل بين الفينة والأخرى في جنين؟ يعني بجوز الكل بيعرف أنه إحنا الكل محاصر، في غزة محاصرين وفي الضفة محاصرين، السلطة محاصرة والحكومة محاصرة، وبتعرف يعني قرصنة المقاصة الموجودة. إحنا في البداية يعني تم يعني استصلاح ما خربوا الاحتلال كاملاً، يعني من بنية تحتية، من مياه، من كهرباء، من صرف صحي، من تزفيت شوارع. السلطة الفلسطينية قامت على عاتقها بكل هذه الأمور. أنا كنا نسمع إحنا أنه في مساعدات جاي من الجزائر، مساعدات جاي من هون. صدقا ما وصل إلنا ولا شيء، لا للحكومة ولا للبلديات، وخاصة بلدية جنين ما وصلنا أي شيء من هذا القبيل. إحنا كلياته بمجهوداتنا الخاصة، والآن إحنا صارت يعني حتى لو في يعني في لو في تمويل ما بنوصل لمرحله انه نعمل الشيء التام، لانه احنا بنعرف انه كل يوم في عندنا جرم، احنا كل يوم بعد يوم في عندنا دخلات على الجيش، واول ما بدخل الجرافات الضخمه اللي بتبدا بحفر كل ما انجزناه. احنا شوارع كثير، احنا عندنا اكثر من 7 كيلو متر يعني يتم ابادتها يعني بشبه يومي. يعني المساله ويعني استنزاف قوي خساره كبيره. خطوط المياه اللي بنكون في تصليحها، خطوط الصرف الصحي اللي بنكون يعني بانشائها، وهي لربما مع تكرار تخريبها من قبل قوات الاحتلال قد تتلف بشكل كامل متكامل، وهذا يؤدي الى استنزاف كافه الموارد والطاقات البشريه وكذلك الماليه. صحيح، أصبح من غير المجدي، أصبح من غير المجدي إنه إحنا نكون بعمليات ترميم كاملة. إحنا حالياً يعني بنوصل المياه بطريقة يعني المواسير البلاستيكية اللي ممكن إنها يعني تساعد الناس، ولكن تخفف الخسارة عنا إحنا يعني كبلديات أو يعني هيئة يعني محلية. بنهاية المطاف إحنا ملتزمين وملزمين إنه إحنا نوصل الخدمات للمواطنين، نوقف معهم نساعدهم، وهذا جزء من عملنا وجزء يعني أصيل من عملنا. وإحنا يعني في نهاية المطاف أولاد البلد، وإحنا اللي بدنا نقوم في واجبنا على أكمل وجه. لكن إحنا بنقول إنه حجم الدمار أكبر بكثير، لأنه لا يتعدى حدود بلدية جنين، ويتعداها ويصل إلى المنطقة الصناعية، يصل إلى الأسواق، يصل إلى الضرب يعني المرفق الصحي. إحنا يعني صحيا في جنين يعني أنا حكيت المستشفى، إحنا في جنين يعني بلد منكوبة،
أيضا بحاجة منكوبة صحيا، بحاجة لمستشفى حكومي يكون يعني مساند. أنا بتخيلوش الحجم الضغط اللي على مستشفى جنين، الله يعطيهم العافية، كتير بقوموا في عمل وجهد عظيم جدا، لكن حقيقة هم بيعانوا يعني الوضع صعب جدا جدا، وجنين يعني تكاد تكون منكوبة. نعم. بدرجة امتياز. وبالتأكيد دائما وأبدا الاحتلال يحاول أن يضرب شريان الحياة بكل تفاصيلها. نعم. في مختلف صحيح. أرجاء الوطن، في الضفة التي تباد بصمت وبعنف كبير من قبل قوات الاحتلال. نعم. أشكرك صحيح. جزيل الشكر رئيس بلدية جنين السيد نضال العبيدي، شكرا جزيلا لك وحماكم الله دائما وأبدا في محافظة جنين، في مدينة جنين ومخيمها. نتمنى لكم كل السلامة. نواصل